هذه لبنان دولة اللي كانت مضيئة، كل التراجم السابقة والشعراء اللي خرجوا من لبنان والفن في لبنان والمثقفين في لبنان والإعلام الجيد الآن يخرج من لبنان، من اللبنانيين في معترك كل الدول، وما أعتقدش المنافسة في الإعلام واضحة وصريحة. بيقولوا لي في ودني دلوقتي جبران، خليل جبران وإيليا أبو ماضي. طبعا دول الشعراء. لا، وجبران خليل جبران له كتب وله حديقة النبي، يعني أنا قريت له كتابين من ضمنهم يعني فلسفات كده بعظمة طه حسين وعظمة عباس العقاد. كتب اقروا. وإيليا أبو ماضي طبعا يعني في عيلة أبو ماضي قريبة قوي جدا من إيليا أبو ماضي في مصر، ومنها كان قائد سلاح الدفاع الجوي في مصر، كان الفريق جورج ماضي، وأيضا الفنانة زوزو ماضي من العيلة نفسها برضه، يعني كان في قرايب وكان في فرع من العيلة موجود في مصر. أنا بقول كده ليه؟ بقول الفهم في السياسة متغير. هل القومية العربية ومبدأ القومية العربية خدم العرب كوطن عربي بحيث إنك ممكن تسافر الكويت بالبطاقة؟ كأنك بتتنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ ما حصلش. دي دولة قائمة بذاتها، بأمنها الداخلي، بمخابراتها، بجيشها، بكل حاجة. ودي ودي كده نفس الحكاية. مفيش وطن عربي بالمعنى المتكامل انه حكم فيدرالي، مفيش الكلام ده. في دول عربية متحدة في الاستراتيجية، وممكن اننا تخدم بعضيها. جميل وحلو، ونسميه الوطن العربي، حلو قوي. لكن القومية العربية دي، هل انا بقوميتي العربية دي ممكن اروح اعيش في ليبيا مثلا، او في تونس، او في السعودية، او في الامارات؟ لا، جنسيات. فالوطن العربي المتحدثين باللغة العربية تقصد يعني؟ ويعني ايه نعرة القومية العربية؟ هو بقول نعرة، نعرة يسارية ملهاش أي معنى غير إنها أنت عايز تجمع لكيان ديكتاتوري بحجة ديمقراطية، من الآخر يعني. والفرد هو ترس، مسمار في الترس، يا ريت ترس. هو ده اليسار. القومية العربية فكرة يسارية محضة، شعار. وطن عربي نفتخر ان احنا كلنا بنتحدث اللغة العربية لقوميتنا كلنا، قوميتي مصري، قوميتي سعودي، قوميتي كويتي، لا تمنحك غير ان الافتخار بهذه الجنسية لان ده من حقك. لكن انت تعالى على جنسيات اخرى مش من حقك. هو ده الفرق، هو ده اللي لازم نتعلمه. طيب يعني حتة كده نشوفها، هل حزب الله محق فيما يفعله؟ تتعدد الآراء، يقول لك ده مقاوم، محور المقاومة على إسرائيل. عمل ايه محور المقاومة؟ هيقاوم مين؟ في اعلام مغيب المساله والقضيه. فلسطين الامم المتحده قالت دوله يهوديه ودوله عربيه، حلو قوي. بن غوريون نفسه كان رافض التقسيم ده، بس قال ايه؟ قال لا، سيبوه العرب هيرفضوا واحنا اللي هنستفيد. التاريخ بيقول كده. طب اعتمد على ايه؟ قال لك دول شويه قبائل وياخد كله ونسيب كله. فسابوا كله. دخلت مصر ايام الملكيه، حرب 48. الملك دخل بايه بقى؟ بزهوان، ولبس لبس الحرب، وقال غير مهيئ للحرب. الدوله مصر، مصر كانت محتله، كان جيش انجليزي، وكانت رموز للجيش المصري، ما كانش بقوته الحاليه طبعا.
ودخل حرب 48 مساند، ما حققناش انتصارات في حرب 48. ليه؟ احنا لم ندرك ما هي قوة اسرائيل في ذلك الوقت. هي القوة العالمية من الامم المتحدة ومجلس الامن العالمي، الناتو كله، يعني الحلفاء كلهم كانوا مع اسرائيل. والقوة الصاعدة بقوة امريكا. يا احنا ما قريناش القرار ده كعرب، كمصريين، كسوريين، كلبنانيين، ما قريناهوش يعني. لكن قبلها ب 20 30 سنه صدر قرار سايكس بيكو في مملكه اردنيه رحبنا، في مملكه سعوديه رحبنا، في بعديها ب 20 30 سنه امارات رحبنا. اشمعنى القرار ده اللي ما رحبناش بيه؟ لان يعني في ناس دخلت الايديولوجي وسمت الارض بتاعت فلسطين ارض عربيه، ارض اسلاميه، ارض للخلافه العثمانيه. طب ما نضيف الباقي عليه، ارض انتداب فرنسي، ارض انتداب انجليزي، ارض مصارع، يعني كان اليهود بيدفعوا الثمن في الحروب دي زيهم زي الباقيين. ماشي، طلبوا ان هو ان تبقى فيه دوله بناء على اللي حصل فيهم في المانيا، استجابت القوى العالميه ان تبقى فيه دوله يهوديه موجوده في المنطقه بتاعت الانتداب الانجليزي اللي موجوده وقتها فلسطين. انا مش موافق، انا كشخص انا مش موافق على القرار ده. لكن قبل ان اعد جيشي للحرب لازم ادرس قوة اللي انا هعاديه. هل كان في كل ده؟ لا، ما كانش فيه، كان في غياب كامل للوعي العربي في هذه الحروب. 48 ومن بعدها 56، ودي احنا ملناش ذنب فيها، ده احنا أممنا بس. والتأميم طبعا على المستوى العالمي هو تعدي على الشركات الناس الخاصة، ففي الجيوش بتتحرك فيه، وكانت متوقعة طبعا، كانت متوقعة. انتصرنا بإيه؟ إن اختلف الهدف من أمريكا وحلفاء الناتو، قالوا لا خلاص حلفاء الناتو كفاية عليهم قوي، حرب آخر حروب الحرب العالمية الثانية ومفيش حروب تاني، يلا انسحب. ومع ذلك اسرائيل لم تنسحب في 56 الا بعد سنه. وخدت ايه اللي مش معلن للمصريين؟ ايه اللي خدته قصاد الانسحاب؟ ايه اللي خدته؟ عبور سفن اسرائيليه في خليج العقبه، واعتبار منطقه طيران وصنافير منطقه مياه دوليه وليست اقليميه. ده امتياز. خديته عشان تنزح. وعبد الناصر ادهولهم، عبد الناصر وعبد الحكيم والضباط الاحرار، وكانوا كل ما يمثلوا النظام المصري، اداهم هذا الامتياز ومضوا عليه. خدوه مضوا عليه. طب ما نقول ايه في 67؟ ما هو ده بقى القرار السياسي الغير حكيم. مش عايز اقول الحاجه الناحيه الثانيه، ان انا امنح حاجة واعلن حالة الحرب وانا غير مستعدة للحرب، ودفعنا ثمن كله دماء واقتصاد وحياة صعبة بقرار سياسي خاطئ في 67 ضد اسرائيل. يعني كان في هياج في المشاعر، قومية عربية، وانت شايف الاعلام الاسرائيلية بتمر قدامنا ومنعها، تمنع مياه اقليميه. وطبعا الحديث الشريف، قصدي الحديث الصحفي الصعب يعني، لعبد الناصر قبل 67 وهو بيقول انها مياه اقليميه 100%، وبسببه قامت حرب 67
ما خدوش تيران وصنافير، ده خدوا سينا وخدوا بخليج العقبة والدنيا بقت سداح مداح. بنرجع سينا، نرجع تاني للامتياز اللي خدوه 56 جنب ديفيد. تيران وصنافير، مياه دولية، نعم السادات، نعم مصطفى خليل، نعم كل اللي كانوا موجودين في الكامب ديفيد. القوة المصرية تبقى في سيناء محددة ب 30 من 50 70 200 دبابة. طيب ماشي اوكي، 73 اخر الحروب، هناخد سيناء كاملة؟ هتاخدوا سيناء كاملة. خدناها بالسياسة وبنزع فتيل الحرب الدائمة بين مصر وإسرائيل. قامت الدنيا ما قعدتش. مصر الخائنة وخيانة العرب، ده انتوا لو كنتوا قعدتوا مع في كامب ديفيد مع الرئيس السادات كان زمان الدولة الفلسطينية 100 فل و10 ومنزوعة السلاح وتجار ومية مية، وبيتعاونوا مع إسرائيل وبيتعاونوا مع كل الدنيا وناس مسالمين تماما. لكن لا، تخش الايديولوجي بعد اوسلو، انت لازم تقضي على اسرائيل، تطلع منظمة التحرير وتعمل اوسلو وتقول احنا متفقين ودولة اسرائيل قصاد انها دولة وحكم ذاتي وياسر عرفات. وبعدين تطلع حماس، للأسف ان اغلب الدول العربية ساعدت حماس في الظهور. ليه؟ لان الايديولوجي لسه شغال، احنا عايزين نرمي اسرائيل. انت مش عايز ترمي اسرائيل، انت عايز تتحدى العالم. وليس دفاعا عن اسرائيل، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، دفاعي عن انك توزن القوة اللي انت هتحاربها ايه. انت قدها ولا مش قدها؟ انت قد القوة العالمية؟ الكل يعلن حمايته لاسرائيل، طب خلاص بقى، يعني يبقى نعمل ايه؟ نعمل علاقات مع اسرائيل؟ مش عايز العلاقات دي، اوكي ما تعملش عداء، تعمل اتفاقيات تحافظ على نفسك. طب نعمل دولة فلسطينية؟ قال لك منزوعة السلاح، والرئيس السيسي قالها في أول مؤتمر بعد 7 أكتوبر إن العالم كله عايز دولة فلسطينية منزوعة السلاح. ها يا فلسطينيين راضيين؟ حماس قالوا لا احنا مستمرين، معاكم ربنا براحتكم. المنظمة الفلسطينية مش واخدة الشرعية بقى لها كتير، مفيش انتخابات، مفيش أي حاجة قدام العالم. إسرائيل في حجة قوية إن من يمثلوا الفلسطينيين في الضفة الغربية هم غير شرعيين الآن طول المدة. هل في اتفاق أوسلو حصل كده؟ الحكم ذاتي للفلسطينيين بحيث إنه يبقى يعني دولة متاخمة لإسرائيل، بس دولة ديمقراطية منزوعة السلاح، لكن فيها ديمقراطية وتبادل سلطة والكلام. الكلام ده ما تمش. مين يقعد مع اسرائيل لتفاوض؟ مصر؟ السعوديه؟ السعوديه شالت ايديها من حماس والمنظمه الاثنين، قالوا احنا مع الشعب الفلسطيني لغايه لما ينتخب ناس وبتاع، واحنا معاه، احنا داعمين للقضيه الفلسطينيه وان تبقى في دوله فلسطينيه، وده من القرارات الحكيمه للسعوديه علشان تعمل تطبيع مع اسرائيل. انا بجيب لك الحكايه والحدوته علشان ما حدش ياخدك في الحواري بتاعه الاخوان والسلفيين خالص. احنا في السياسه، والسياسه لازم تبقى واضحه ومعلنه، والا هندفع الثمن كلنا، كلنا بندفع الثمن. سياسه حكيمه تنمو وتزدهر، سياسه غير حكيمه بتضحي بالنفوس والأرواح قبل الاقتصاد وقبل السلاح. فحزب الله تاريخه باين، وحماس تاريخه باين، ومش عشرات سنين ولا حاجة، ومسموه محور المقاومة. وكلمة محور دي ليها أساس تاريخي سيء جدا. كلمة محور ما بتمثلكش كده سياسات قوات المحور اللي هم الألمان والإيطاليين الفاشية كلها،
يعني كلمة محور تعبر عن فاشية ديكتاتورية، انت واخدها في المقاومة، يعني الديكتاتورية التي تقاوم. يا سلام، من ايه؟ من ايه؟ والتاريخ هيثبت لك ان كل من كانوا في القمة في المقاومات دي كلها مليارات داخلة ثرواتهم. اغنياء حرب، اغنياء حرب. ربنا يجعل في فهم للقضية علشان تتحل. اعتقد ان احنا على اعتاب فهم القضية، لازم نفهم الاول عشان تتحل، ما فهمناش مش هتتحل.